السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح أحكي عن تجربتي بإصدار إذن عمل، وطبعا قيد النفوس كان عندي واقف. طبعا أنا كنت حاولت سياحة إلى اليونان وتوقفت ومسحوا قيودي، فطلب مني مراجعة إدارة الهجرة، وأنا ما خرجت راجع إدارة الهجرة من دون إذن عمل لأني ناقل بموجب إذن عمل. فقدمت للشركة اللي أشتغل فيها على إذن عمل، فالمحاسب طلب مني قيد نفوس. طبعا قدمت له قيد نفوس قديم ملغى يعني، ومع ذلك الحمد لله أجت الموافقة. بالمختصر يعني قيد النفوس ما له علاقة بالإذن عمل، لكن أحيانا المحاسب يطلبه. ففي كمان أصدقائي عملوا إذن عمل، فطلبوا منهم بس صورة عن الكمنك وصورة شخصية. أنا سألت سابقا إذا كان قيد النفوس ممسوح أو ملغى يأثر شيء على الموافقة والرفض، فالغالبية قالوا لي حيجي مع الرفض، والحمد لله أجاني مع القبول.